بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة في موضوع جديد اللي هو البايو كيميكال رياكتورز، وهنتكلم على الانزيم كاتاليسيس في وسط الكلام. الصورة اللي موجودة دي، ده شكل، طبعا مش دي مش صورة يعني، ده ديمونستريشن يعني لشكل انزيم، وده السبستريت اللي هو المادة اللي بتتفاعل معاه، ازاي هي الشكل اللي موجود هنا، الفتحة دي اللي هي الاكتف سايت بتيجي على شكلها عشان تخش تتفاعل. خلي بالك لما بتخش بيروح ايه، قفل عليها شوية، يروح قفل عليها تتفاعل وبعدين يفتح تطلع تاني. الانزيم لو هنبص على صورته متكون من اتومز كتير جدا، يبقى ده الموليكولر ويت بتاعه كبير، وبعدين في فانكشنال جروبس كتير، وكتير منها بولر، فبتعمل قوة تجاذب وحاجات زي كده اللي هي بتديله الشكل بتاعه. يعني هو ممسوك بهيدروستاتيك فورسز كتير، منها هيدروجين بوندز، من غير ما نخش في تفاصيل، اللي هي بتديله الشكل بتاعه كده عشان ياخد الشكل ده يبقى مناسب ان يخ... والحتة دي فيها جروبس اكتف، فيقوم ده لما يخش يعمل كومبلكس معاه ويبقى قابل اكتر للتفاعل، بالظبط زي فكرة الحاجة اللي بتأتزورب على سطح السوليد، بس بدل ما تأتزورب وتعمل بوند مع السوليد بتأتزورب وتعمل بوند مع الجروبس اللي هنا. بص كده على الانيميشن ده، انا عندي الانزيم وله شكل كده. طبعا ايه، احنا مبسطين بقى الشكل ده، احنا عارفين ده مش كتلة، ده مركب فيه هيدروجين وكربون ونيتروجين واكسجين وسلفر وحاجات كتير. المهم واخد الشكل ده نتيجة القوة اللي قلنا عليها. هو بقى الشكل ده بيخليه مناسب ان المادتين دول يجوا كل واحدة فيهم تلاقي المكان بتاعها، يروحوا عاملين كومبلكس معاه، يتحول لصورة انشط وهم على سطحه جنب بعض، يبتدي يحصل تفاعل. خلي بالك لما دخلوا، بص الشكل هنا بيجرى له ايه، ده بيتغير لانه طري، يعني هو ممكن ايه يتشكل. خلاص اتفعلت، بعد ما تتفاعل ايه دي تروح سايباه ويفضل مكان. وهو بص على الصورة كويس، وهو بيطلع الشكل بيرجع تاني. ما هو الشكل ده كان متشوه ليه؟ ما الشكل ده مبني على ايه اساسا؟ يعني ايه اللي مخلي شكله كده؟ ليه دي عاملة كده وليه دي طالعة كده وليه دي عاملة كده؟ عشان الهيدروستاتيك فورسز، الالكتروستاتيك فورسز اللي كنت بقول عليها، اللي هي ما بين المجموعات اللي موجودة، فبتتزن في الوضع ده. لما يخش عليها مركب تاني بتتزن في وضع تاني، فورسز بتتزن، يفضل مكان ويبقى جاهز ان هو يستقبل ايه مولكيول جديد. طيب نتكلم كده كلمتين على البايو كاتاليسيس في الاول مقدمة. البايو كاتاليسيس هي يعني فرع من الكاتاليسيس، بيستعمل كل الرياكتورز والرياكشنز والإكويجنز، هي بتاعت الكيميكال رياكتورز، بس بندخل فيها ان الكاتاليست هو بايو مولكيول بروتين. يعني في افكار مش كانت موجوده ومش مظبوطه ضد الانزيمز في الاورجانيك كيمستري في الثينسيسس، او مش دقيقه قوي. اول حاجه ان الانزيم سنسيتيف، وده حقيقي بس يعني ممكن ميبقاش مضر. اغلب الانزيمز تمبرتشر سنسيتيف، لو سخنتها شويه ما تشتغلش، ممكن تبوظ. بعضها بس ستيبل وممكن يستحمل حرارات لغايه 100، الاغلب بيبقى حوالين حرارة الجو 30-50 في الرينج ده. اكسبنسيف، بعضها اكسبنسيف وبعضها لا، حسب الطريقة اللي بينتج بيها، بس انا مش هخش في الموضوع ده. في فكرة برضو شائعة او كانت شائعة ان الانزيمز ما بتشتغلش غير مع النيتف سبستريت بتاعها. يعني مثلا انتوا عارفين الانزيمز مثلا اللي في جسم الانسان، في اللعاب انزيمز بتهضم النشويات مثلا، او في المعدة او في الامعاء حاجة بتهضم البروتينات او هكذا. فهل ده صحيح؟ ده صحيح لبعض الانزيمز، بس كتير من الانزيمز ممكن تتعامل برضو مع حاجة تانية غير الحاجة اللي هي النيتف بتاعتها، اللي هي الاصلية بتاعتها اللي بتستعملها في الطبيعة. فالبايو كاتاليسيس كفرع من العلم استغلينا ايه ان الحكايه دي موجوده، وبدانا نستعمل بعض الانزيمز
ساعات مع الحاجة بتاعتها وساعات مع حاجات تانية شبيهة ممكن تركب على الأكتيف سايت وتشتغل. يبقى إيه الإنزيم؟ كل ما يكون الميكانيزم بتاع الإنزيم رياكشن كومبليكس أكتر، كل ما الإنزيم ما تستقبلش غير الحاجة الأساسية بتاعتها، كل ما يكون كومبليكس أقل تستعمل الحاجة بتاعتها وحاجات تانية. برضو في يعني حاجة برضو ضد الانزيمز بتخلي بعض الناس ما تحبش تشتغل بيها ككيمستس، ان الانزيم ما بتشتغلش في الناتشرال انفايرمنت بتاعها، يعني محلول مائي البي اتش بتاعته كذا، نسبة الاملاح فيه كذا، حاجات كده. وده حقيقي فعلا، وهي فعلا الانزيمز مصممة انها تشتغل في المية، فلما بوديها واشغلها في اورجانيك سولفنت، لان بعض الفعاليات لازم تكون في اورجانيك سولفنت، بتفقد جزء من الاكتيفيتي بتاعها او من يعني او قدرتها على انها تسرع ريت اوف رياكشن. الجزء ده ممكن يكون كبير، احتمال ممكن يكون اوردر اوف ماجنيتيود يقل العشر مثلا، لكن بتظل كاتاليست. لو ما عنديش بديل تاني احسن يبقى ده البديل المتاح. ان نقول برضو بعض الميزات والديس ادفانتجز، العيوب اللي في البايو كاتاليست بصفة عامة. نقول الميزات الأول، very efficient catalyst، بترفع السرعة بأرقام وهمية، سرعة الرياكشن تزيد بالأرقام دي. الانزيمز environmentally acceptable لأنها مواد طبيعية، فلو في مصنع بيتعامل وفي الانزيم عنده وبعد الرياكشن بيرمي ويست بتاعه فيه انزيم، مش هيعمل حاجة، مش مضر. وبايوديجريدبل كمان لأنها مواد طبيعية، بتشتغل تحت مايلد كونديشنز، ودي ميزة حلوة خالص. ال pH رينج بتاعها من 5 لـ 8 أغلبها، لأن الإنزيمز دي معمولة إنها عادة بتشتغل جوه الكائنات الحية، فما فيش كائن حي جسمه حامضي قوي أو قاعدي قوي او سخن قوي او بارد قوي. هي الرينج بتاعها اللي هو الرينج بتاع الحياة، بي اتش حوالين 7، حرارة حوالين 30. فدي حاجة لطيفة جدا، يعني بتخلي الرياكتور آمن، ما فيهوش ضغوط وحرارات جامدة اللي تخلي الرياكتور رخيص، مش كده ولا ايه؟ بتقلل البروبلمز اللي ممكن تحصل من السايد رياكشنز او من الريفرس رياكشنز. فاكرين احنا كنا قلنا في تفاعلات الاكتيفيشن انرجي بتاعتها ضعيف كبيره قوي، فالتفاعل ده بطيء، لكن لو سخنت يبتدي يظهر، مش كده؟ بعضها سايد رياكشنز بعضها ريفرس رياكشنز. وسايد رياكشنز ساعات بتبقى سخيفه، دي كومبوزيشن، ايزومرايزيشن، ساعات بوليمرايزيشن مش مكتوبه هنا، ري ارينجمنت. فدي حاجات بتقابلني في التفاعلات الكيميائيه، لما بسخن تبتدي الحاجات دي تظهر، ما تظهرش تحت ظروف المايلد. فلما اشتغل بانزيم كاتاليست مش هتظهر، لو اشتغلت بكاتاليست من السوليد كاتاليست اللي احنا كنا بنتكلم قبل كده، اول حاجه مش هزود لي بنفس السرعه، وتاني حاجه السايد رياكشنز دي ممكن تظهر، هتبقى حاجه عندي بقى وعايز اعمل حسابي ليها. فحد ممكن يقول الله، طب ما دام الحكايه كده والانزيم رائع كده، ما كنا استعملناه على طول وبلاش الكاتاليست السوليد. يا ريت يا ريت، ما لسه ما وصلناش لدي، العلم لسه ما وصلش لدي، التكنولوجي بتاعتها مش موجودة. لكن لو ما أول ما تتواجد خلاص، اللي يخليني أعمل تفاعلات تحت ضغوط بالـ10 أتموسفير وبالـ50 أتموسفير وأسخن لـ500 ولـ700 ليه؟ لو عندي إنزيم يعملها، بس أنا ما عنديش إنزيمز لكل التفاعلات لسه. يعني بالنسبة لعدد التفاعلات الكيميائية اللي موجودة أو اللي ممكن تستغل في الصناعة، عددها كبيرة قوي، الإنزيمز موجودة لنسبة صغيرة منها. تمام، إيه تاني عندنا؟ دي ميزة بقى جميلة، الإنزيمز كومباتيبل مع بعض، يعني ممكن يكون عندي كذا إنزيم في نفس المحلول كل واحد بيعمل حاجة، ومش محتاج أغير الكونديشنز، كلهم بيشتغلوا في نفس الحرارة تقريباً، الرينج بتاع البي اتش هيمشي معاهم حتى لو مش الاوبتيمم. فممكن ايه، لو عندي بيحصل عندي بعمل سينثيسيس حاجه اورجانيك وكيميكلز بقى، يعني حاجه ايه صعبه قوي،
وبتتم على 3 4 مراحل مثلا، وكل مرحله لها الكاتاليست بتاعها. ممكن بدل ما اعملها في 4 رياكتور احطهم كلهم في رياكتور واحد واقلبهم على بعض. اول انزيم يخلص شغله يطلع لي ايه تتحول لبي، ياخدها الانزيم التاني يحول بي لسي، ياخدها الانزيم التالت يحول سي لدي. شايفين ازاي؟ فممكن يتعمل كده، بتبسط الامور قوي. وكمان ممكن تزق لي الايكوليبريم لقدام. الكاتاليست العادي ما بيأثرش على وضع الاتزان، بس لما يكون عندي كاتاليست اللي هو الانزيم بتاع التفاعل نمرة واحد والبرودكتس بتاعته، اخلي كاتاليست تاني يتفاعل معاها، يقوم يعمل ايه؟ لما يشيل البرودكتس دي يخلي الريكشن الاولاني يمشي اكتر. متخيلين؟ فحاجة لطيفة قوي. بس طبعا احنا بنتكلم على حاجة ايه يعني، وانا بحكي لكم عليها وانتم بتسمعوها، حاجة جميلة، خيال علمي يعني، ايه بس حقيقي يعني شبه الخيال العلمي بس حقيقي. انما مش موجود الفرصة دي ان انا اعملها في كل التفاعلات، لكن لما تتوجد خلاص انتهت، محدش فكر يستعمل حاجة تانية في الحالة دي. الانزيمز احنا زي ما احنا قلنا بقى، مش شرط انها تشتغل في النيتشرال رول بتاعها، يعني الانزيم اللي بي بي بيساعد في تكسير النشويات في اللعاب بتاع الإنسان مثلا في البق، ممكن هيكون في تفاعلات تانية بيشتغل عليها، يعني مش بيشتغل بس على الكربوهيدرات دي، لأ يعني في حاجة تانية ممكن تشتغل عليه. فهو سيلكتيف اه، لكن مش سيلكتيف لدرجة إن حاجة واحدة في الكون كله اللي هتشتغل معاه، هتشتغل معاه الحاجة دي وكذا حاجة تانيين اللي فيهم حتة ممكن تخش في الحتة الأكتيف بتاعت الانزيم ويعمل كومبلكس ويحصل التفاعل. وعندي انزيمز بتشتغل مع انواع مختلفه من الرياكشنز، يعني اكزامبلز اهي مش هقراها يعني مش للحفظ يعني، بس بصوا عليها كده. طيب فيها كمان ميزات بقى رهيبه مش موجوده في اي حاجه تانية، سواء كيميكال سينثيسيس عادي او كاتاليتيك. فيها انواع، ثلاث انواع من السيلكتيفيتي حلم الكيمست. اول حاجه الكيمو سيلكتيفيتي، ان الانزيم هو اصلا موجود عشان يشتغل مع سبستريت معين، ف ممكن يشتغل مع كم واحد تانيين برضه، فمش كل المواد اللي موجوده في وسط التفاعل هتتفاعل مع الانزيم. الامبيوريتيز الموجوده مش هتتفاعل، الكلام ده كله. لكن لو عندي مثلا سوليد كاتاليست سيرفس، السيرفس ده اي حاجه بتأدزورب عليه بدرجه او باخرى، مش كده ولا ايه؟ يعني مش لازم الرياكتنس بتاعتي تأدزورب بس، ممكن البرودكتس، ممكن الانرتس، ممكن اي مواد موجوده، الهواء. لكن الانزيم لما انا هظبطه وهيكون عاده وسط التفاعل ما فيهوش مواد تانية هتتفاعل، بتقلل لي جدا تكلفة البيوريفيكيشن، وبالذات ان انا بستعمل الحاجات دي عادة في مواد سبيشالتي كيميكالز، ادوية، حاجات بقى ايه مثلا كيميكالز معينة غالية قوي بتخش في ايه عشان تعمل كذا والجرام منها بكذا، عايزها نقية، فبتطلع لي مش محتاجة بيوريفيكيشن كتير، لان السايد رياكشنز اصلا مش كتير او مش موجودة يمكن. طب بص بقى على دي، ريجيو سيلكتيفيتي دي تحفة. ازاي؟ عندك مثلا حاجة زي البنزين، اما باجي اعمل عليها اديشن واحد وبعدين يجي التاني، ممكن يبقى اورثو او ميتا او بارا، مش كده؟ فدي ايه؟ الاستراكشر بتاع الانزيم، لان لها شكل هندسي في المجسم في الثري دي، مش كل الايزومرز دول هيخشوا عليها ويتفاعلوا، هتتفاعل مع حاجة معينة اللي هتيجي شكلها الهندسي هيجي مع شكل الانزيم الهندسي، وتخش فيها بلوك اند كي ميكانيزم زي المفتاح ما يخش في الطبله بتاعته. فدي برضو سيلكتيفيتي ايه حلوه جدا. بص بقى الانانتيو سيلكتيفيتي دي كمان، دي بقى يا سيدي ايه الانانتيو سيلكتيفيتي دي؟ دي عباره عن لو تحط دلوقتي ايديك الاتنين تبص عليهم كده، ايد هي الميرور ايمج بتاعت الايد التانية. لو تحط ايدك قدامك وتفرد صوابعك كده، ايد هي الميرور ايمج بتاعت الايد التانية، صح كده؟ فالكمباوند، الكيميكال كومباوند ممكن يكون له نفس الكومبوزيشن
ونفس البونز وكل حاجة، بس متركب يا شمال يا يمين عشان يبقى بنفس الشكل. في الأدوية وفي المبيدات وفي حاجات كتير التأثير بيختلف، يعني ممكن يكون واحدة منهم دواء التانية تعمل أضرار، وهو لها نفس الصفات كلها. ودي الحاجة اكتشفوها بالطريقة الصعبة وبالطريقة المؤلمة، يعني في الستينات كانوا عاملين أدوية معينة في أمريكا مش فاكر اسمها دلوقتي، وبعدين اختبروها اختبارات جامدة وعلى كذا، والاختبارات بينت إنها ما تضرش خالص لو في واحدة حامل يعني وتاخد الدواء ده ما يعملش حاجة. فبعد كده نزلوا الدواء ده للسوق وكانت الحوامل بتاخده، فحصلت أعداد كبيرة من الأطفال المشوهين نزلوا على الأسف. وبعدين على ما فهموا إن في ارتباط ما بين الدواء ده والحكاية دي كانت حصل حالات كتير. فلما درسوا على ما اكتشفوا إن في ارتباط ودرسوا الموضوع ودققوا قوي، لقوا إن الدواء اللي كان في المعامل اللي بيجربوه في الاختبارات كان عد مثلا إن هو زي شكل الإيد الشمال، لما جاي يتصنع في المصنع بقى زي الإيد اليمين، هو نفس كل حاجة بس إيه صورته في المراية قد كده الفرق. وحاجات تانية بس أنا يعني بضرب مثال بحاجة إيه مشهورة وقوي. فالإنزيمز انتيو سيلكتيف، هيدي لك يا اليمين يا الشمال على حسب الشكل الهندسي بتاعه، مش هيدي لك الاثنين، فحاجة كويسة. تعالوا نشوف الديس ادفانتج برضو، ما في حاجات. اول حاجة الانزيم مش هتدي لك الاثنين، مش هتدي لك اليمين والشمال. فلو انت بقى عايز اليمين والانزيم اللي موجود في الطبيعة ما بيديش غير الشمال، هتعمل ايه؟ مش هتعرف. وبعدين انها ما بتشتغلش غير في ظروف ضيقة، يعني لو انت تحت اي تحت ظروف ان الوسط بتاعك حرارته عالية، سولت كونسنتريشن عالي، البي اتش كذا، مش هينفع. وبعدين هي بتشتغل اقوى حاجة في المية مش في الاورجانيك سولفت، تعتبر برضو ايه مش ميزة. في بقى حاجة اسمها، انا مش عايز اتعمق بقى في الكلام ده، اولا انا مش عارفه كويس اساسا يعني بكل صراحة، عارفه طبعا بس يعني مش زي بقية الكورس، لان انا ما درستش بايو كيمستري لوحدها يعني بتعمق. ففي حاجة اسمها كوفاكتورز، دي بتخش في الرياكشن بتاع الايه الانزيم كاتاليسيس، بس مش هنتكلم اكتر من كده. فالحاجة دي الناتشرال، عايزة الناتشرال كوفاكتور بتاعها اللي هو بتاعها في الطبيعة، ما نعرفش نستبدله بحاجة تانية ارخص او متاحة او كذا، فبتعمل مشاكل. ماشي، فوت الحتة دي. اول وتاني حاجة الانزيمز ككاتاليست ممكن يحصل لها انهيبيشن، حاجة اسمها انهيبيشن هنتكلم عليها في آخر مجموعة المحاضرات دي إن شاء الله. طيب مش هنقول حاجة هنا، لما نقولها هتوضح خالص. ممكن تعمل حساسية لبعض الناس، يعني إيه بعض أنواع الإنزيمز اللي بستعملها في صناعات فيها أدوية مثلا أو كريمات أو حاجة، بعمل حاجة مكسبات طعم مثلا أو ريحة بتتحط في الأكل، أي حاجة كده بتيجي على جسم الإنسان ممكن تعمل حساسية لبعض الناس. طيب إزاي بقى بستخدم الإنزيمز إن أنا أعمل ترانسفورميشن في الصناعة؟ في نوعين، يا إما أجيب isolated إنزيمز، يا إما أجيب whole cell systems. whole cell systems whole cell systems ده يا أخوي أقول لك يعني إيه. والإنزيم ده أنا بجيبه منين؟ بجيبه من الطبيعة. يعني بجيبه ازاي؟ عادة بجيبه ان انا بعمل كالتشر من بكتيريا او فانجس، غالبا بكتيريا، والبكتيريا دي هي وهي بتنمو بتعمل الانزيم ده طبيعي، زي ما الانسان بقه فيه انزيم معدته فيها انزيم، البكتيريا بتعمل الانزيم. فبعمل كالتشر مزرعة وبعدين بربي فيها البكتيريا دي، ولما تكتر بقى عندي بكتيريا كتير وجواها الانزيم بتاعها. حاجة من اتنين بقى، يا اما اخد الهول سيل سيستم دي بعد اخد البكتيريا دي كلها واحطها في الرياكتور هي بالانزيم اللي فيها، يا اما اخدها قبل ما اروح للرياكشن واعمل بيوريفيكيشن وفصل واعمل ايزوليشن للانزيم. تمام، طبعا مين ارخص؟ مش عايزه كلام يعني، ارخص ان انا اجيب الهول سيل سيستم
بس مش شرط الأحسن، مش أحسن، باخد الإسلام يبقى أحسن. ف ترجع بقى الاختيار لعوامل مش هنتكلم فيها، وعشان نفهمها كويس لازم يعني ايه نقول شوية حاجات في البيولوجي احنا في غنى عنها، ماشي. وفي كلام مكتوب هنا للمقارنة اللي بينهم، اللي عايز يقرأ يقرأ، انا مش هقوله ومش همتحنكم فيه طبعا. طيب يبقى هنا مكتوب بقى ايه نفس يعني ايه انزيميشن، ما قلنا الكلام تفوته. يبقى قلنا ايه، نرجع تاني هنا نكمل. pure enzyme يبقى expensive وبيتباع باليونت، الكروت preparation اللي فيها السيلز بتتباع بالكيلو. تعالوا بقى ايه نفكر نفسنا بشو قبل ما نجيب المعادلات بتاعه الانزيم، عايزين نفكركم بشويه حاجات من الكاينيتكس بتاعه سنه اولى، عشان هنعمل مودلز بقى، ومش مودلز، هنعمل ميكانيزمز ونعمل لها ديريفيشن عشان طالع منها ريت لوز مختلفه ونحط فيها اسامبشنز وكلام زي كده. فنعمل لكم كده ريفريشنج للمعلومات بتاعه سنه اولى، ونضيف لها شويه حاجات كده نعمل لها بولشنج يعني، عشان نقدر نتعامل مع الكلام ده. نوقف هنا ونكمل في المقطع الجاي ان شاء الله.